بقى فقرات حلقتنا النهارده من ملعب الاهلي عم سمير فيما يخص الاحداث اللي حوالينا والافلام اللي بتتعرض علينا ومنها فيلم كيد النسا. احنا اتعرض علينا كيد النسا واتعرض علينا السنيد واتعرض علينا الورثه واتعرض علينا هي فوضى اتعرض علينا كل الاحداث واتعرض علينا المزاج واتعرض علينا الكيف. كل دي اوراق لافلام اتعرضت علينا لكن للاسف ما تسمناش، يعني مش بتاعتنا، مش ادوارنا، مش شكلنا، مش الجلابيه اللي تليق علينا، مش بتاعتنا الادوار دي، مش بتاعتنا خالص. لكن احنا فضلنا يكون لنا ادوار تانية، منها مساله مبدا، منها كلمه شرف، منها الزعيم، منها الاسطوره، منها الباشا. هو ده او هي دي الادوار اللي تليق بينا. لكن الادوار الاولى إذا كانت كيد النسا أو الورثة أو السنيد أو المزاج أو هي فوضى، لا ما تلاقيش بينا أبدا أبدا. السنيد رفضناه محليا وإفريقيا، والورثة قالها أسطورة اللي بدأنا بيها النهاردة الأهلي فوق الجميع حتى لو كان ابنك. والمزاج مش الناس تخش وناس ما تخشش على حسب أهوايا وعلى حسب مزاجي وعلى حسب علاقاتي، لا. عشان كده إحنا بنقبل أدوار معينة، منها الأسطورة، الزعيم، الباشا، مسألة مبدأ، وكمان كلمة شرف أو رجل بمعنى الكلمة. هي دي الأدوار اللي تليق علينا. معانا ومعاكم النهاردة في ملعب الأهلي وأحداث كتيرة خاصة بالأسبوع السادس المصري ونجوم المستقبل وفوز عريض للمصري 5-3، وكمان أحداث مباريات الاهلي وحوريا الغيني في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، الدوري الاكبر او البطوله الاكبر على المستوى الافريقي. بكره ان شاء الرحمن هعمل لكم حاجه بتحبها قوي جماهير النادي الاهلي، اكبر النتائج اللي موجوده سواء محليا او افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي، تعدت الاربعه، تعدت الخمسه، تعدت السته او السته بشكل عام. بكره ان شاء الرحمن 40 سداسيه للنادي الاهلي في تاريخه سواء كان محليا او افريقيا بالاسماء كده وبالتواريخ عشان تعرفوا قيمه ومكانه النادي الاهلي سواء كان على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. نبدا بقى فعاليات ملعب الاهلي النهارده.